السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. شنو لكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. جيتكم اليوم هكا بفيديو جديد، روتين خفيف ظريف كما عودتكم في العادة. لهنا كما قاعدين نشوفوا، كملت فترة الصغيرات ولبستهم وبعثتهم للمدرسة وللروضة، وبديت باش ديريكت دوبا اللي خرجوا. قلت نحط البروكلو اليوم ان شاء الله باش نعمل لهم بروكلو، فقلت نحط البروكلو يتسمت له طون لي يكون كملت قضيت الدار ونظفت، هوني نربح الوقت خاطر عندي خرجة ما نجمش نجي من بعد نسمت البروكلو ونطيب، واصلا ما نعرفش على راح وقتاش نروح. فماذا بيا نخلي حويجة حاضرة كيف نجي تك تك نكون كملت. كيما شفتوا لهنا صديقاتي، خذيت راس البروكلو، نحيت منه هاك الورق الكبير متاعه ونظفته وقصيته طروف طروف، وحطيت الماء يسخن وحطيت فيه شوية كركم وشوية ملح، وحطيته باش يتسمط. لهنا ديجا البروكلو متاعي بريسك احضر، وباش نصفيه من الماء ونحطه ونخليه يتسقطر ويرتاح لين نجي باش نطيبه. وهو دو بريفيرونس راهو يتقلى بارد، معناها يتسمط ويبرد ومن بعد يتقلى باش يجي مرتاح ويعطيك الضعف في القليان، ما يتهرش منك، يبدا سخون وتزيدو القليان يفسد. كاو خليت البروكلو يتسقطر ويبرد في عقله، وغطيته حتى اللي نرجع له من بعد، ودخلت لهنا البيت اللي قعد باش نلمها. الحقيقة هذه البيت اللي مكثر الوقت داخلة بعضها، أبار بيت الصغار الصباح برك تصبح معناها الغطاء مفروت وحوايجهم اللي يبدلوهم، أما بالوقت الحقيقة هذوك من نعملهم اللي نبدلوا حوايجه، اللي يستحق الغسيل نحطه في الغسيل، واللي ما يستحقش يتلم بالوقت، وكيف كيف اغطاهم اذا كان طقس باهي ننشره ديريكت بالوقت من اللي يقوموا، والا نطويه اذا كان مانيش باش نخرجه نطويه ديريكت ونحطه على السرير. هاويني تبقى البيت نظيفه تستحق كنسه ولا مسحه، تجيني من بعد من جمله القضيه حاجه خفيفه. كهو لهنا حليت الشباك باش نهوي البيت شويه، كما تعرفوا توا شتا ومكثر الوقت نهار كامل تتعدى البيت مسكرة بحكم البرد. فماذا بينا صباح هكا كي نقوم الصباح نهويها وقت القضية، نهويها بالقدا بالقدا إذا كان نعير تحفون، نخلي الشباك محلول على طول النهار، نهير بارد هاويني دوبة تتهوى البيت ونعاود نسكر. كهو لهنا دخلت حليت التلفزة، في بالي باش نحل شوية قرآن، بقيت نستنى فيها حتى تخدم، وتلهي تنظف سهيت معناها الحقيقة. بقت لي في السور متحركة، الصغيرات يبيتوا بعد ما يكملوا دروسهم ويتعشوا ما عاد عندهم ما يعملوا، يجوا لهنا في البيت كما شفتم الاول كالدفايات، ياخذوا كل واحد دفاية ويجوا لهنا ويركشوا ويتفرجوا اللي يهزهم منه. وقتها نولي نبدلهم لبلايسهم. موالفة في العادة الحقيقة نقضيها البيت هذه، خاطر ديجا ملي نحولهم نلم البيت. البارح بخلت الحقيقة، قلت خلي تو الصباح مرة واحدة نعمل نصورها روتين وننظفها مرة واحدة، بحكم باش نعاود نسيقها من الأول وجديد، معناها باش نعمل لها مسحة باهية الحقيقة مش تسييق، أما كمان باش نعمل مسحة باهية ونمسح الشبابك والطاولة وكل شيء. المفيد صديقاتي، إذا ما زلتي جديدة في القناة ولا أول مرة تطلع لك قناتي، ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل جرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله، وبهكاك تكون ضميت لعائلتنا الصغرونة. وشرفني وجودكم لهنا، وبالمناسبة هذه نحب نشكر البنات اللي معايا في القناة، بالحق يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، قايمين بالواجب واكثر، كلامكم ياسر محلاه، ربي يبارك لكم وان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية بالطبيعة، وبالحق كلامكم ياسر يشجعني وياسر يعطيني هكا موجات إيجابية وطاقة إيجابية باش نكمل القدام، مع أني نبخل برشا البريود هذه، رزنت برشا برشا وتعبة، ما عادش نجم نيش لاقية وقت لبرشا حاجات، منكمل القضية إلا ما حيلي يتهد.
وبخلف هذا الكل تليفوني الحمد لله وكهو. هو مرة يمشي مرة لا، حتى صلح ما عرفش شنو المشكلة نتاعو، لازمني صلح بروفيسيونيل معناه يفهم، مع انه تليفوني ماهوش فاسد وماهوش جديد معناه مازال جديد، اما مش مشكل ان شاء الله ربي يخلص له حال وكهو. المفيد صديقاتي، تو باش ندخل مع بعضنا في موضوع كما ريتو في العنوان، دعم القنوات الصغرى. انا بطبيعتي قناة صغيرة وصغيرة على الاخر، اما كمام الحمد لله متفاعلة ولباس. فما قنوات مازالوا معناها وصلوا الحق والشروط، وشروط مازالت ما تحققتش. ان شاء الله ربي يسهل لهم يا ربي ويكملوا يحققوا الشروط نتاعهم. فلذا البنات ماذا بينا هكا نوقفوا مع بعضنا واقفة باهية، ونشجع بعضنا وندعم بعضنا، وكان يجوك راهو صحيح. اذا كان مانيش باش نعاونه بالكثير ما يسالش نعاونه حتى بالقليل، يجوك من عندي زوز ثلاثة حتى خمسة ما شاء الله، حاشيكم وحاش عينيكم ان شاء الله. خير من بلاش، معناها كان من كل قناة تعمل دعم كيما هكا يجوك خمسة من الناس، ما نقولوش اكثر، خمسة من الناس فقط. نعمة خير ونعمة من كان عندك يا ربي. المفيد اليوم اخترت زوز قنوات باش نعملهم، باش نحكي عليهم، وباش نحط لكم الروابط نتاع القنوات نتاعهم في اول تعليق مثبت. هاوينكم ادخلوا لهم وشجعوهم، اعملوا طلة وشوفوا فيديوهاتهم. بالحق ناس تخدم على رواحها، ناس حابة تقدم وحابة تطور من ذاتها ومن خدمتها. فيا ريت هكا ما تبخلوش عليهم بالاشتراك واللايك وكلمات سماحين في التعليقات نتاعكم، يشجعوهم ويخلوهم ما عادش يخموا يسكروا قنواتهم، خاطر فما برشا قنوات يخموا يسكروا قنواتهم خاطر ما حققوش الشروط، وديجا فات عليهم معناها العام. عباد تعبت بالحق ومهيش لاقية نتيجة. فان شاء الله ربي يوفق الناس الكل ويسهل لنا الناس الكل يا ربي، اللهم امين يا رب العالمين. حسيلو باش ناخذ القناه الاولى، روتينات النشاط مع نوره. نوره قلت لي المره الاخرى في كومنتير ما كنتش نتصور حد باش يذكرني. لا يا نوره، راهو حبيت نقول لك راهو عادي، بالعكس انا والله هي واحده من الناس، معناها هاني ما نعرفكش لا في الدنيا لا في العالم الافتراضي، لا فيسبوك، لا انت معناها ما عنديش بك علاقه جمله وما نعرفكش ولا مره حكيت انا وياك، اما هكا كنحبك لله في سبيل الله. ان شاء الله ربي يوفقك. مرا باهيه وخدمتها بالحق، فيديوهاتها مزيانين مشجعين ومحفزين زياده، يخلوك تتشجع وتخدم. ماذا بينا تعملوا عليها طلاق، وهني باش نخلي لكم رابط القناه نتاعها في اول تعليق مثبت، اعملوا عليها طلق وشجعوها. نرجع شوية للفيديو صديقاتي، كما نشوفوا لهنا جيت باش نمسح الكواترو والمونجيلا، ما نجمتش خاطر علينا عليا وتكسرت بيا الطابورية كما شفتوا، فما نجمتش، وليت مسحتهم هكاك برا حتى لين نحط الجراري ونعاود اذا كان الجراية وصلتني سنون، واللي كيجي راجلي يشوف لهم حل، ما خلطتش خاطر الله غالب. اوكي هو كملت كما شفتوا، واحنا نحكو على قناه روتينيه النشاط مع نوره. كملت مسحت الشبابك ومسحت الطاوله والتلفزه، ووقتها ويني فقت بروحي، كنت مخليه كرتون في التلفزه، فبدلت القران وبديت باش نمسح الدار. عملت لها مسحه من الاول، وتوا رشيت فيها معطر الارضيات هذاك، وباش نعاود نعمل مسحه خفيفه لفلف للدار. المفيد صديقاتي، نرجع للقناه الثانيه باش ندعم اليوم ان شاء الله قناه زكيه شانيل. زاد هذه امراه على محلاها، فيديوهاتها ياسر مزيانين وياسر محفزين، ادخلوا لها البنات وعملوا عليها طله. بالحق هذوما القنوات اللي سميتهم لكم الزوز، زكية ونورة، بالحق نساء معناها ناس تحب تخدم على رواحها، و
كي تدخلوا تاكو تدخلوا تفهموني شنو نقصد، معناها شوفوا وتفرجوا على فيديوهاتهم، بالحق ناس عاملة مجهود وكل شيء، ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي يسهل للناس الكل يا ربي. حسيلوا صديقاتي، ما تنسوش بالله بالله عليكم، ادخلوا اعملوا طلة، ما تعملوش، ما تشتركوش ديريكت يا سيدي، مش شرط، اما اعملوا طلة تو حدكم وحدكم من غير ما تحسوا، تلقوا رواحكم اشتركتوا في القناة وتتبعوا فيها من غير ما تحسوا. هكاهو صديقاتي لهنا، صاي كملت شاحة الدار وحطيت جراري، هي شمستهم شوية والمخادن، حاجة بسيطة معناها، ما دوبة لميت وصلحت ومسحت، التشميسة هذه معناها نتاع الوقت هذاك ما ماخدتش مني أكثر وقت، خاطر ديجا خارجة ما نجمش نخلي كل شيء على برا، ونجي من بعد نلقى الدنيا حايصة. المفيد كيما شفتوا جبت الزربية فرشتها وحطيت عليها الملحفة هذيك، ان شاء الله كان كتب باش نعمل لها اعاده تدوير الملحفه هذيك، وباش نعملها اوس معناها كاش تابي، مانيش نستعمل فيها، كنت نستعمل فيها الحقيقه قبل في بيت النوم، نغلف بيها في الفرش في الصيف، توا استغنيت عليها بحكم ما استحقت لها لهنا في الزربيه للتعفيس، باش الصغار ما يخمجوا ليش الزربيه، ونبدا كل نهار نغسل، وتوا شتا كيما تعرفوا الزربيه ما تشيحش كيما في الايامات العاديه، والدنيا سخونة تشد لي برشا باش تشيح، ونحنا ما عنديش الحقيقة بديل باش نبدل بيه، فنولي نستحفظ عليها بالطريقة هذه خير من اني نعملها، خير من اني معناها كل نهار كل نهارين ثلاثة وانا نغسل، بحكم الصغار يوسخوا برشا ويفسدوا معناها يهلكوا الدنيا. هكاهو شوف كيما شفتوا كملت فرشت الركنة متاعي هذه، ركنة الركشة هذه مسميتها، الحقيقة البيت هذه دافية، مش دافية دافية، ما أدفى بيت عندي معناها، ونتلموا فيها أنا والصغيرات، زوجي كما تعرفوا يروح مأخر، من اللي يروح دبي معناها ياكل وجبته ويتكى يتفرج في بيت النوم، معناها ما يقعدش لهنا ديما، نادر إلا إذا روح بكري، معناها عندوش ظرف خليه يروح بكري. هاو صديقاتي كما تشوفوا لهنا كملت، وهذا الشكل النهائي نتاع الركنه نتاعنا، هزيت روحي وخرجت ومشيت قضيت شواري الكل، وجيت نظمت الفريجيدير، الحقيقه جيت مزروبه مبقاش وقت، حطيت الحشاكم الزيت يسخن ولف لف، نظمت الفريجيدير تنظيمه هكاك وبرا، كما شفتوا عندي برشا مدنينه برتقال، رجل صاحب راجلي سامحوني عنده ثانية، من كل شيء خير وبركة ربي يزيده ويبارك له، في كل موسم يجيب لنا معناها حاجة، جاب لي الحقيقة برشا برشا برتقال وبرشا ليم، فاضطريت نحطه في الفريجيدير بحكم طول المدة يفسد لي البرة، وانا الحقيقة ما يشدليش برشا راهو، خاطر الصغيرات ما شاء الله ياكلوا لي برشا برشا مدنينة، صحة وبشفاء ليهم بالطبيعة. وكهو صديقتي اللي هنا روحت ما لقيتش فرصه باش نصور لكم معناها الطبق في الاخر ولا المايده كيفاش نصبتها، خاطر جينا مأخر روحنا الكل مع بعضنا كلهم جيعانين، فاللي الطبق اللي يحضر العيبات اللي يحضروا نحطهم لهم ديريكت معناها قاعدين بحذايا في الكوجينه، هي ياكلوا بالوقت، فما نجمتش نصور. المفيد صديقاتي لهنا يكون وصل الفيديو متاعنا للنهاية، إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم وشجعكم وحفزكم حتى شوية، وتوم بقالي كان باش نقولكم دمتم في أمان الله وبسلامة.